السلام عليكم الإخوان، تحياتي للجميع. معكم دائما مراد معرف، في إطار الحجر الصحي وفي إطار ما كاين يدار. ف كاين واحد البرنامج إن شاء الله غادي نقوم به، هو واحد المجموعة ديال الأشرطة قديمة كنعتبرها مهمة تكون عند أي مولوع يعني باحث في التغريد. الآن كنقوم بتحميل هذه الأشرطة، هذه فهي أشرطة قديمة درت الاختيار ديالي ديال هذه الأشرطة ما بين العديد من الأشرطة اللي إن شاء الله مع الوقت غنحاولوا نديروا التحميل ديالها. فكل أشرطة ابتداء من سنة 1995 وأنا كنجمع في هاد التراكب هادو. على أي اليوم كنحمل في واحد لاكاسيت، هاد الكاسيطة كنعطاها ليا الله يذكرو بخير خوان ديال سبزة. وعلاش اختاريت هاد لاكاسيت بالذات؟ لأن باش نعرفوا ما يقصد به المواليه السبتاويين بالنمط ديال كرانادا. هاد الكاسيطة ملي كيعطالك مولوع من سبتة اللي معروف وكاتب على كرانادا، كنعطيها ليا هادية بعد الزيارة ديالي للبيت ديالو. واحتفظت بها طوال هاد السنين، يعني ابتداء من 2007 حصلت على هاد لاكاسيت اللي هي اصلا قديمة كانت عنده، ما عطاها ليا الا وانه شاف فيها واحد الشوفانية كبيرة، وكنشكرو من هذا الموقع على هذا لوجيست هذا. فالعمليه كتم عبر واحد الدوبل داك عندي هنايا اللي مروا لي مباشره للحاسوب عبر هذا الكابل هذا، والصوت يمر مباشره الى البرنامج الصوتي. فكتلاحظوا بان التسجيل مونو ماشي ستيريو. وحتى هذه المساله ديال المونو ستيريو غنتكلموا عليها من بعد مع الاخوان اللي كيبحثوا في التغريد. اذا التحميل ديالو كياخذ شويه ديال الوقت، لا كتشوفوا كتلاحظوا ما بين هادو هما الاغرودات، ما بين اغروده واغروده كاين واحد النوع من الضجيج. فمن بعد التسجيل ديال جميع التغاريد من الاول حتى الاخر كنقوموا بالتنظيف ديال هاد الضجيج، ماشي غير كتحيدو ولكن كتخدم اغروده باغروده. فحتى الطريقه هي راه ضروري خصنا نديروا عليها واحد الفيديو باش نشرحوها لان مهمه بزاف. من بعد التنقيه ديالو ان شاء الله غادي نشروه الاخوان سيرتو اللي كيبحثوا في التغريد وكيبغيو يعرفوا اشنو هي كرانادا وما نقصد بكرانادا. فماشي كرانادا ثلاثة ولا أربعة ديال الاغرودات اللي العديد من الناس كيتداولهم. فاغرودا فهو واحد نمط تغريدي، بحيث انه من خلال هذا النمط كتعرف كما ذكرت في فيديو سابق ديالي اشنو كيقصدوا الناس ديال غرناطة بالتغريد، يعني شنو بغى يدير وشنو المرجعية ديالو. فان شاء الله راه كنحملوا فهاد الشريط، وهذا هو البرنامج اللي درت بالنسبه لهاد الايام القادمه. شريطه مهمه بزاف الاخوان، انا على يقين بان الاغلبيه غادي يعجبهم هاد الاشرطه اللي باش يديروها في الارشيف ديالهم. ولما لا ربما تبان لكم شي اغروده اللي جميله وتخدموها. فكنتم مع مراد المعرف، هذه هي الحطه ديال مراد المعرف، هذه هي الزاويه ديالنا الاخوان من هنا كنبرزطوكم شويه. تحياتي واحتراماتي لجميع الإخوان سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في جميع العالم العربي. بارك الله عليكم والسلام عليكم.